السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أصدقائي؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد في مونتاج الفيديو ضمن برنامج الباوربوينت، وكيف نحسن نطلع عبر برنامج الباوربوينت فيديو معايدة غاية بالجمالية وغاية بالبساطة بالإمكانيات أيضا. هذا راح يكون محور لقائي مع حضراتكم اليوم، فتكرما قبل بدء بلقائنا لهذا اليوم ضغط مفتاح اللايك وتترك تعليق، وإذا كنت ضيف جديد على قناتنا نتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. وتكرما لا تنسى زيارتي ودعمي على قناة حكاية شغف، رح يكون بعض الأعمال موجودة في النقطة البيضاء أعلى الشاشة، وأيضا رابط القناة رح يكون موجود في صندوق الوصف. ويلا مباشرة لحتى نبدأ مع بعض بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي مرة تانية في برنامج الباوربوينت، وعلى طلب حضراتكم كيف ممكن نطلع فيديو معايدة في برنامج الباوربوينت. ما أنا محتاجين برامج مختصة مثل أدوبي أفتر إفكت أو أدوبي بريمير، ما عندنا الإمكانيات للحواسيب ولا للمهارات العلمية ربما نحسن نقدر نطلع مونتاج رائع واحترافي لعرض معايداتنا للأصدقاء بشكل جميل ولائق فيكم وفي أصدقائكم. فلهي حبيت اني انا ابحث عن بعض الامكانيات البسيطة ضمن برنامج الباوربوينت بنقدر من خلالها نطلع مخرجات غاية بالجمالية. احباب القلب، رح نتوجه اول شيء الى متصفحنا جوجل كروم، بنفتح المترجم وبنكتب خلفيات متحركة للعيد، هو رح يعطيني ايد انيميتد باك جراوندز، فباخد هيدي الكلمة مترجمة كنترول زائد سي، وبنتوجه الى اليوتيوب وبنعمل عملية بحث على هيدي الكلمة، فرح يعطيني العديد من الفيديوهات الرائعة جدا جدا. طبعا هي عبارة عن خلفيات متحركة، عبارة عن خلفيات متحركة ممكن ان استخدمها في عملية المونتاج. بعد ما نحمل العديد من هيدي الفيديوهات ونحمل حتى صوتية معينة، نحمل ملف BNG عن كلمة عيد مبارك مثلا، بعد ما نجهز هيدي المواد بنتوجه الى برنامج الباوربوينت. رح ناخد على عجل المهارات اللي انتم محتاجينها لكيفية وضع المعايدات على برنامج الباوربوينت. رح نتوجه الى ادراج، ومن فيديو بنختار فيديو من هذا الجهاز، بيكون احنا حملنا بعض الفيديوهات او بعض الخلفيات المتحركة رح نرتب عليها معايداتنا. خلني اختار على سبيل المثال هذا الفيديو وانقر على مفتاح الادراج. بعد ما نشوف التحميل رح نشغل الان الفيديو ونشوف جمالية الفيديو او الارضية الـ 3D كيف هي غاية بالجمالية وغاية بالروعة، وطبعا ما فيها لا لوجو ولا فيها اي اسم ولا فيها اي شيء اطلاقا. الان رح نرتب كلمة عيدكم مبارك اللي هي صورة البي ان جي مع حركة تكون جميلة ومتوائمة مع حركة الهلال اللي نحن شايفينه، فرح نتوجه الى ادراج ونختار صورة من هذا الجهاز، او اذا كنت انت فاتح المجلد بامكانك تنقر على الصورة ونعمل عملية سحب واسقاط فوق الشريحة. رح نصغر الان تمام حسب المساحة نحن محتاجينها، ومن قائمة التنسيق في عدد التأثيرات اللونية خلني اختار لون مناسب للفيديو بالعموم، وليكن سواء عندي هذا اللون او هذا اللون تمام. وبامكاني بعد ما اطبق اللون او اطبق التأثير اللوني، في عندي بعض التأثيرات اللونية الاضافية اللي بغير من خلال الاشباع اللوني والدرجة اللونية لحتى احصل على اللون اللي انا محتاجه. افترض هذا اللون اللي انا محتاجه تمام يا اصدقائي. طيب الان لو جينا على الفيديو ونقرنا مع التحريك، انا بلاحظ انه عندي بنقطة معينة اثناء ظهور الهلال من الماء تمام رح تطلع عندي كلمة عيد مبارك، او رح انقر عليها واسحبها الى المكان. فبلاحظ انه لما انقر على كلمة عيد مبارك رح يرجع معي الفيديو الى النقطة صفر، فما فيني اتحكم بالضبط. فكيف ممكن نحسن نعالج هذا الخطأ او هذه المعضلة عفوا ان صح التعبير؟ فلهيك رح ارجع احدد الفيديو وبنقر مع السحب تمام على مكان نقطة الظهور، وليكن عندي اياها بهيدي اللحظة بالذات عند 3 ثواني مثلا و51 او 60. انا بدي من هون من هيدي النقطة يبدأ ظهور معاي كلمة عيد مبارك تمام. فلهيك وانا محدد عند هذا الفيديو وعلى هيدي القيمة بالذات، بتوجه الى قائمة التنسيق والى الاطار الاولي، وبنعمل مثل كي فريم او بنعمل يعني ايقاف
الفيديو عند هذا الإطار إن صح التعبير، تعيين صورة الفيديو المصغرة اللي ظهر أمامك، فبنقل مرة واحدة عليها رح يبقى الفيديو ثابت عند هذه النقطة. حاليا بحرك بالبي إن جي أو كلمة عيد مبارك وما عندي أي مشكلة فيها، بلاحظ الأمر هو ثابت وأمور جميلة. فلهيك بضبط الموضع بهذا المكان وبتوجه إلى حركات وبنختار التضاؤل. شو بنختار؟ تضاؤل. رح نفعل جزء الحركة، فعل جزء الحركة ونختار يكون عندي مع السابق. طيب يا أصدقائي، أنا محتاج يكون يظهر هذا الاسم أو تظهر هذه الكلمة عفوا أو صورة البي إن جي عند مدة زمنية معينة. فشو المدة الزمنية اللي احنا أخذناها؟ خلني أرجع أنكر وأسحب. تمام، عند هذه اللقطة قلنا عند 63، 63 تبدأ بها الظهور. فلهيك برجع بحدد على صورة البي ان جي او على كلمة عيد مبارك، وبنجي الى مدة التأخير، بنجي الى مدة الزمنية الخاصة بالتأخير وبنكتب عندي 63 و60، يعني بعد مدة 3 ثانية و60 يبدأ بالظهور الحركة. اما المدة الزمنية لظهور التأثير فمنزيد نحن شوي مشان يكون عندي بطء، يعني ما تطلع بشكل جامد مباشرة. خلنا نبدأ بالتشغيل، او قبل ما نبدأ بالتشغيل رح ننقر على الفيديو ونختار يكون عندي ايضا مع السابق. فلما رح نشغل الحركة من بدايتها، لما رح نشغل رح نشوف انه ظهر معي التأثير النظامي، وعند اللحظة او المدة الزمنية اللي انا محتاج تظهر فيها كلمة عيد مبارك ظهرت مثل ما حكيت تماما. الان انا محتاج اني اعمل لها يعني حركة اضافية انه هي تطلع للاعلى مع صعود الهلال للاعلى. فبرجع بحدد على ملف او صورة البي ان جي، ومن حركات بنختار اضافة حركة، وبنختار مثلا خطوط. انا محتاج يكون عندي لوين للاعلى، فبنرجع بنختار لوين للاعلى. طيب كلام جميل، بختار يكون عندي ايضا مع السابق، والتأخير رح يكون عندي ايضا 63. اما المدة رح نزيدها الى 3 حتى يشتغل معاي ببطء، ومنفوت الى خيارات التأثير، بنسوي البدء وانهاء المتجانس قيمته 0 حتى تكون عندي سرعة متساوية، وانكر على موافق. طيب كلام جميل لحد الان. الان انا محتاج، لاحظ انا محتاج لما يقف الهلال عند هاي النقطة بالذات، تمام، تكون كلمة عيد مبارك موجودة بهذا المكان وليس هذا المكان. فكيف رح حددها؟ نفس المبدأ، بتوجه إلى قائمة التنسيق وأنا محدد الفيديو على هذه النقطة، وبنرجع بنختار إطار أو تعيين إطار. فخلني أرجع أسحبها مرة تانية، الفيديو مرة تانية عند هذه النقطة اللي هي عند 55، وبنختار إطار الحالي، يعني أنا ثبت لي الفيديو على هاي الصورة. هلأ بجي إلى النقطة الحمراء اللي هون، العلامة الحمراء هي نهاية التأثير، وبنكر مع السحب لحتى أنا أسحب كلمة عيد مبارك على هذا الموضع بالذات يا أصدقائي. طيب الآن إحنا لو شغلنا من البداية كيف رح يكون معي الموضوع؟ خلنا نشغل، تمام، ونشوف بداية الفيديو كيف ظهر معي الهلال. طلعت معي كلمة عيد مبارك شفافة وتحركت أيضا مع الهلال للأعلى مثل ما أنا شايفين بالضبط. بنفس الطريقة يا أصدقائي نحسن منطلع اللوجو الخاص فينا. خلني أضيف لوجو على السريع وأرجع لكم. بعد ما ضفنا اللوجو خاص بشركة مابكو للموبايل أو الإكسسوار الموبايل على سبيل المثال هذا اللوجو، أنا محتاج يظهر هذا اللوجو أدنى الاسم تماما، أو أدنى عفوا كلمة عيد مبارك، ويكون هي مقدمة من مابكو. إذا بتحب تغير بتأثيرات اللونية كمان ما عندك مشكلة، بحيث يكون الأمر يعني قريب إلى لون الخلفية. فخلني أختار على سبيل المثال هذا التأثير اللوني. أنا محتاج أعمل له تأثير تضاؤل لكن عند نقطة زمنية معينة، يعني خلني أرجع أسحب الفيديو، يعني لما يستقر الهلال بهذه النقطة بالذات اللي هي عند مثلا 65، تظهر عندي اللوجو الخاص فينا بالعموم. فلهيك لاحظ برجع بحدد مرة تانية عند 55 مثلا لهون، وبنرجع إلى قائمة التنسيق وبنختار تعيين إطار، يعني خلي الصورة الفيديو المصغرة الظاهرة لنا موجودة وين؟ على الشاشة. تمام، الآن بضبط موضع اللوجو بالضبط في المكان اللي أنا محتاجه، وبتوجه إلى حركات، وخلينا نختار مثلا كمان تضاؤل، وبنختار يكون عندي مع السابق، ويكون عندي المدة وليكن مثلا 2 ثانية. أما التأخير أنا محتاج يكون عندي 55 أو 55، تمام، هي على المدة اللي رح يستقر عندها الهلال. فالآن احنا لو شغلنا من البداية كيف رح يكون معنا الموضوع يا أصدقائي؟
بهذا الشكل. مثل ما شايفين هذه الجمالية، ظهر معي كلمة عيد مبارك وتحركت للأعلى، وظهر معي اللوجو مثل ما أنا شايفين بالضبط. الآن إذا حبيت تضيف أي كلمة أي عبارة إضافية بنفس الطريقة تماما. الآن نتوجه إلى المجلد اللي نحن حاطين فيه ملفات الصوتية، وبنقر مع السحب لحتى أنا أضيف الملف الصوتي اللي راح نضيفه على هذا الفيديو. خلنا نشغل. تمام، ولكم بدي أضيف أنا هذا الصوت. أول شيء بسحب رمز الصوت للأعلى حتى ما يبان معي بالشريحة أثناء العرض الفيديو، أو ما يبان معي بالفيديو أثناء عرض الفيديو بعد تصديره. أصدقائي، نحن الآن لو رجعنا إلى الفيديو نفسه وشفنا المدة الزمنية له عبارة عن 9.93، يعني نكون نحن بحدود 10 ثانية. فلهيك بنحدد رمز الفيديو، بتوجه إلى خيارات التشغيل وبختار يكون عندي تلقائي. تمام، وبنقر على مفتاح الاقتطاع وبجعل المدة الزمنية بالأخير هي عبارة عن 10 ثانية، عبارة عن 10 ثانية. أتأكد مرة تانية أنه هي عبارة عن ديام على شو؟ على 10 ثانية فقط لا غير. وبنرجع إلى قائمة الحركات وبنجعل يكون عندي البدء يكون عندي مع السابق يا أصدقائي. بسحب الآن الصوت ويكون عندي بعد الفيديو مباشرة يا أحباء. فلما رح نشغل، فرح يكون عندي بهذه الجمالية وهذه البساطة. بإمكانك تضيف اسمك، تضيف أي شيء خاص بالمعايدات أو خاص بعبارات المعايدة إن أحببت. بهذه الطريقة بيكون نحن صممنا فيديو أو منتجنا فيديو بطريقة جميلة وبسيطة، وما متطلب مني إمكانيات متقدمة في برامج إضافية. بس اللي انتهيت من كل هذه الإعدادات والإضافات، بتوجه إلى قائمة الملف، بتوجه إلى تصدير وبختار إنشاء فيديو، وبختار الدقة طبعا هي الـ HD اللي عندي، وبنقر على مفتاح إنشاء فيديو، بختار مكان وليكن عندي سطح المكتب، بكتب اسم الفيديو وليكن معايدة على سبيل المثال، بس خلني أكتبها بالعربي سامحوني، هذه معايدة. تمام، وأنقر على مفتاح حفظ. بس يلي انتهى موضوع معالجة الفيديو مثل ما شايفين بأسفل شاشة الباوربوينت، بس انتهت المعالجة وانتهى التصدير، بيكون عندي الآن جاهز مقطع الفيديو للإرسال للمعايدات بهذا الشكل تماما. بعد ما انتهى معي برنامج من تصدير الفيديو، رح نتوجه إلى سطح المكتب ونشغل الفيديو ونشوف الجمالية يلي حصلنا عليها. بهذا الشكل يا أصدقائي بإمكاننا نحن نطلع فيديوهات غاية بالجمالية. فيني أنقر باليمين أختار شريحة جديدة في مقاطع فيديو بتساعدك يعني بشكل جدا جميل. خلني أختار هذا الفيديو كمان ونسحبه لهون. نحن الآن لو شغلنا هذا الفيديو رح نشوف أنه ممكن تطلع من خلاله يعني مثل ما بيقولوا فيديو غاية بالجمالية. خلنا نشغل ونشوف. بإمكاننا نوقف نحن الشاشة عند هذا المكان. تمام، بالضبط عند هذا المكان، يعني نعمل كي فريم عند هذا المكان، تثبيت للإطار الحالي. خلنا نسحبها كمان لهون. تمام، تثبيت الإطار الحالي من قائمة التنسيق مشان يضل ثابتة، ونبدأ بعرض العبارات التهنئة، ويكون عندك يا اللوجو على اليسار أو اللوجو بالأعلى، ويكون عندك اسمك الشخصي الموجود بهذا المكان، والعبارات بتظهر على الشاشة من خلال تأثير الحركات اللي حكينا عليه هو التضاؤل، ونفس المبدأ بتختفي بتضاؤل وبتضيف الحركات تبعا وراء بعض. ما حبيت أني أطيل أكثر من هيك عليكم بهذا اللقاء، لأني أنا بخاف أنكم تشعروا بالملل لما يكون عندي الفيديو بمدة زمنية طويلة، وسامحوني إن أنا مو قادر إني أرفع لكم هذا الملف لحتى تحملوه، لأني حجمه رح يكون كبير شوي لأنه بتضمن معنا فيديوهات. فمثل ما حكيت بإمكانك أنك تحمل أي فيديو من اليوتيوب بنفس الطريقة بالضبط يا أصدقائي. الآن بس كيف أني أنا أحمل فيديو من اليوتيوب بدون برامج؟ أنا يمكن عديت هذه المرحلة ونسيت أني أنا أشرح لكم إياها، فسامحوني. رح أنقر على أي فيديو وليكن عندي هذا الفيديو مثال، عندي هذا الفيديو خلينا نوقفه. بتوجه إلى شريط المعلومات هون، أو شريط عفوا العنوان شايفينه بهذا المكان، أحدد www. يعني أنا بقوم بتحديد أو إزالة أو حذف المحارف الأربعة www. وبكتب عوضا عنه حرفي SS وأضغط على مفتاح الإنتر لحتى ينقلني إلى صفحة تحميل الفيديو وبدون أي برامج. بإمكاني أنا أختار الدقة بدي أحمل فيها الفيديو وأنقر على مفتاح التحميل مباشرة. أتمنى يا أصدقائي أكون قدمت لحضراتكم شيء جميل ونافع ولائق فيكم، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، وألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.